إف. وبعدين معك مالك على الصبح، أصبحنا وأصبح الملك لله. ولا شيء، بس تأخرنا على رواية الحكاية والأطفال عم يستنوا. وين كتاب الحكايات؟ تفضل. شو بيعمل كتاب الحكايات معك؟ ولا شيء، أخذته فتحته. شو صار يعني؟ شو صار؟ ناوليني هالكتاب. تفضل، بس لا تعصب. اسمعي يا سعاد، اليوم رح يكون موضوع حكايتنا عن التخطيط وأهميته بحياتنا. كان في ولد اسمه سامي، بيوم من أيام العطلة إجا عبال سامي يحكي لأمه قديش هو حاب يروح رحلة ويستمتع بعطلته قبل ما يجي أسبوع الامتحانات. بنفس الوقت صديقته كندا كانت عم تستعد لرحلة عم بتخطط لها من زمان هي وأبوها، مشان هيك كانت عاملة جدول دراسي قبل بأسبوع من الرحلة مشان تخلص دراسة كل المواد. تعال نشوف شو صار. بابا بابا. أهلا حبيبتي كندا. بابا، خلصت دراستي اليوم وراجعت كل المواد اللي أخذتها خلال الأسبوع كمان، وهلأ بدي أرتاح شوي عشان أروح أجهز لرحلة بكرة. برافو حبيبتي كندا، عملتي مثل ما اتفقنا، وهلأ روح ارتاحي عشان نخطط أنا وياكي لرحلة بكرة. يا سلام، أنا كتير متحمسة للرحلة يا بابا. وهلأ خلينا نشوف شو صار مع سامي وإمه وكيف كانت استعداداتهم للرحلة. ماما 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 ماما. نعم حبيبي سامي. ماما ماما، أنا حاب نطلع رحلة على الحديقة وننبسط بأجواء العطلة، شو رأيك يا ماما؟ شو رأيك؟ فكرة حلوة يا سامي، بس أنا ما شفتك درست دروسك. ماما، بس نرجع من الرحلة بدرس، أنا سريع بالدراسة وبقدر أخلص بسرعة. يا ماما يا ماما، بدي أروح هلأ أشوف صديقتي كندا وأحكي لها عن رحلتنا. هلأ خلينا نشوف شو صار. كندا كندا، حد شاف كندا يا أصدقاء؟ كندا. أهلاً يا سامي. أنا وماما بدنا نطلع رحلة بكرة على الحديقة، وإنتي شو رح تعملي بعطلتك؟ شو؟ وأنا كمان رح أطلع بكرة رحلة، عشان هيك درست كل دروسي وحليت واجباتي، وهلأ بعد شوي رح أكتب جدول لرحلة بكرة. أنا بدون ما أخطط يا سامي بحس حالي ما بنجز كتير، عندي دفتر بكتب عليه كل إشي بدي أعمله. أنا ما عندي دفتر، وبس أرجع من الرحلة بدرس وبحل واجباتي، بس هلأ أهم إشي عندي إني أنبسط بالعطلة. أصلاً أنا ما عندي وقت أقعد وأخطط شو بدي أعمل، ما عندي وقت. ما بيصير يا سامي، الأفضل إنك تدرس دروسك وتحل واجباتك وتخطط ليومك بكرة، ولازم تعرف شو بدك تعمل بكل إشي بدك تنجزه بحياتك. ودايماً عشان تنجح وتحقق أهدافك لازم تخطط للإشي اللي بدك تعمله. أنا بدون ما أخطط عارف شو بدي أعمل، وهلأ لازم أروح أحضر للرحلة. يهو، بشوفك يوم الدوام يا كندا. باي باي. مثل ما شفتوا يا أصدقاء كيف سامي عم بيقضي وقته دايماً بدون تخطيط، على عكس صديقته كندا يلي كانت دايماً تنظم وقتها وتحدد هدف لإنجاز أعمالها. يا ترى شو صار بعد ما راحوا كندا وسامي على الرحلة؟ بابا بابا. نعم حبيبتي كندا. أنا كتير انبسطت بالرحلة وكان كتير حلو هذا اليوم. الحمد لله حبيبتي كندا. حضرتي جدول للأشياء اللي بدك تعمليها بكرة؟ بدي أنام هلأ بكير عشان بكرة أصحى بكير، وأول ما أصحى بدي أفطر فطوري وألعب رياضة، وبدي أحضر كتبي وأغراض المدرسة
وبعدين بدي أروح أزور صديقي سامي. شو كمان أنا مخططة؟ شو كمان؟ آه صح، وبدي أجهز أواعي المدرسة. أحسنتي يا كندا، كتير مبسوط منك إنك بتخططي للشغلات اللي بدك تعمليها، وهيك ما بتنسي إشي. وباليوم الثاني خلصت كندا كل إشي كانت مخططة تعمله. ولما شافت صديقها سامي شو حكت له؟ سامي؟ أهلا صديقتي كندا. سامي؟ شو مالك زعلان؟ امبارح حكيت لك إني رح أروح على الرحلة ورح ألعب وأنبسط، بس ما رحت وضليت طول امبارح وأنا زعلان. وليش ما رحت على الرحلة يا سامي؟ ما لحقت أعمل ولا إشي، وماما كمان تأخرت تجهيز أغراض الرحلة، وغير هيك اتذكرت إنه عندي امتحان أنا مو دارس ولا إشي منه. يا ريتني سمعت كلمتك وحطيت خطة لتنظيم وقتي، لازم كنت أتابع دروسي أول بأول، وهلأ بدي أدرس لامتحان بكرة وكنت حاب أطلع وأنبسط. أكيد أنتي رحتي على الرحلة وانبسطتي. الحمد لله، أنا زمان درست للامتحان وحليت واجباتي ودروسي وطلعت على الرحلة وانبسطت كتير كتير لأني كنت أتابع مع معلمتي أول بأول، واليوم ما عندي إشي غير إني أحضر جدول بكرة وبس. شفت يا سامي قديش التخطيط مهم لحياتنا؟ بتمنى يكون هالشي درس لإلك. لا تزعل، هلأ أدرس لامتحانك وبلش من بكرة، أكتب على ورقة كل شي بدك تعمله. حاضر يا كندا، كلامك شجعني، رح أصير أخطط لكل إشي بعمله. شكراً إلك يا صديقتي الرائعة، شكراً. العفو يا سامي البطل. باي باي، مع السلامة. بتمنى يا أصدقاء تكونوا استفدتوا من القصة وأخذتوا العبرة منها. الإنسان بدون خطة بحياته مثل القارب بدون شراع، لازم دايماً يكون عندكم دفتر تكتبوا عليه خططكم وأهدافكم اللي بدكم تحققوها. وبس تنجزوا أهدافكم اليومية الصغيرة أكيد رح تقدروا تنجزوا وتحققوا أهدافكم الكبيرة. شو عم تعمل يا سعاد؟ بدي أحط شبكتي عملنا بكرة. أسعد في كل حياتي فمهذبة أخلاقي.